وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر المالين. نعم، يعني لابد أن تؤخذ، يعني إذا كان عنده مال مرضى ومال صحيحات، مال كبيرات ومال صغيرات، يعني المهم القصد زبدة أنه يقول لا تظلم صاحب الإبل والبقر والغنم ولا تظلم أيضا الفقير، توسط في هذا كله. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تكرهب الزكاة ولا أيضا تضر الفقير. نعم.